لا برضه مش بتاعته. طب شنط رمضان؟ لا برضه دي بتاعت الفقير. دي له الفلوس. انت بقى اول حاجه عليك ان تتحمل انه فقير. التحلي خلاص تبين لك انه فقير. اه اتفضل. الافضل مال، الافضل تدي الفقير مال فين؟ هو اضرب حاجه. تمام. ممكن بقى ان اروح ابيعها برضه بالوكس. يبقى الزكاة اللي خرجت دي، لا خرج زكاتك مال الفلوس اديها الفقير في ايده بعد تحري انها الفقير مش لمتسولين. فقير انت عارف برضه الوجود مش لاقي. ممكن اذا كان يعني شهريا، نعم اذا كانت شهريا وتخرج الناس مستحقين يجوز له ان يحتسبها من الزكاه، حيث يجوز تعجيل اخراج الزكاه. انا ممكن اخرج الزكاه عن العام اللي جاي. جائز. الحد الاول، هل الفقير ينفع يطلع زكاه؟ يعني انا مثلا واحد هقول لحضرتك، واحد غني وواحد فقير. واحد غني صيامه هيقبل لانه هيطلع زكاة الفطر ولا زكاة المال؟ زكاة الفطر. زكاة الفطر واحد زكاة الفطر تجب على الفقير والغني. طب هيطلع ازاي هو فقير؟ كلمة فقير دي بقى، ما كلمة فقير خد بالك ضابط الذي يجب عليه إخراج زكاة الفطر ايه؟ اللي معاه 1000 جنيه مثلا في بيته ده فقير ولا غني؟ في الزمن ما تعرفش. ها؟ حسب بقى. الناس متردده ليه؟ هو السؤال صح. هو ممكن الشهر هو لا استنى استنى لما يكونش في حد معايا 1000 جنيه ولا ايه؟ يعني ما يطلعش. إذا كان هو محتاج 100 ومعهوش غير 100 ما يطلعش. وصيامه يقبل. ويقبل.